اسمك ايه؟ اسمي شوقية. عندي كم سنة حجي شوقية؟ عندي 60 سنة. ايه اللي تعبك؟ تعبني عندي شر وما نقدرش نتحرك. ما حدش حركني، ما نقدرش نتحرك، ما حدش نومني وقعدني، ما نقدرش ننوم ولا نقعد ولا حد. فين جوزك وعيالك؟ جوزي ميت ومعاي شعير فضل الله، فضل ربنا اللي معاي. بس تاخدي معاش يا حجة؟ ما ناخدش معاش يا بيه ولا ناخدش اي حاجة خالص. حالة على كد حالة، كل واحد على كد حالته. انت عندك ايه بالظبط؟ طيب انا عندي الغضروف وعندي شلل رباع وتعبان والسكر والضغط. تاخدي علاج ليهم؟ انا اخد اي علاج ليهم. مين يجيب لك العلاج؟ الله يحن علي يا ربنا، لا يرزق ربنا يحن علي. يعني مواظبه بتجيب العلاج ولا مش كل شهر بتجيب؟ والله يا دكتور والله ما نجيب العلاج غير كل ما يحن علي ربنا نجيبه، ما يحنش علي ربنا دي راضي قسم لربنا. مين بيخدمك هنا في البيت يعني؟ عايشه مع مين انت؟ عايشه مع مرت اخويا هنا. هم اللي بيخدموك يعني؟ الله يخدمون، والجيران تخدمني. والجيران؟ والجيران تخدمني والنبي يخدمون الجيران. ما سمع صراخي ما نقدرش ننام ولا نقعد، يجون الجيران ولد الجيران والناس الجيران حوالي. انت عايز عمليه يعني ولا عايز ايه؟ زي ما ربنا لا قسم بعمليه نعمل، ما قسم ليش رد يا ما يرد ربنا. وعايزه معاش طبعا. وعاوزه معاش يعون لها امي يعون نجيب علاج نجيب حاجتي. جوزك متوفي من امتى يا حجه؟ دي سنتين. وما عايش عيال غفات لله، وكل واحد ارزق يلا مكفي عياله وبيته وجيرانه.